موضوع الثالث اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، امس تم تعيين الاستاذ عمرو الجنايني رئيسا للجنه المؤقته التي ستدير اتحاد كره القدم خلال السنه القادمه بعد موافقه الاتحاد الدولي لكره القدم. الاستاذ عمرو الجنايني، الاستاذ الدكتور جمال محمد علي، الكابتن محمد فضل، الكابتن احمد عبد الله، الدكتوره سحر عبد الحق، دول خماسي اللي هيدير اللجنه المؤقتة التي ستدير اتحاد كرة القدم خلال الفترة اللي جاية. طبعا أول ما تم تعيين الأستاذ عمرو الجنايني، الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة، دايما على الفيسبوك أو على تويتر أو على الانستجرام دايما كان كلامه كله ضد النادي الأهلي وضد جمهور النادي الأهلي. أنا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة، كل حاجه كان بيعملها، لان هو معروف ان هو مشجع زملكاوي، يعني انا شخصيا ليا وقعه كبيره جدا معايا الحقيقه في فتره من الفترات، ولكن انتهت هذا الموضوع. فالاستاذ عمرو الجنايني بالمناسبه شخصيه محترمه جدا 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 جدا، شخصيه جميله جدا جدا، اعرفه بشكل شخصي، كل ما بشوفه الحقيقة من الناس المحترمة جدا جدا اللي الواحد دايما بيشوف ان هم راجل محترم الحقيقة يعني. ولكن زي ما بقول لحضراتكم كده، الكلام كل الكلام اللي حضراتكم كنتوا عارفينه عن الأستاذ عمرو الجنايني خلال الفترة اللي فاتت، ان هو كل كلامه ضد النادي الأهلي وكل كلامه ضد كذا وضد كذا زي ما حضراتكم عارفين. طيب النادي الأهلي خلال هذه الفترة هناك لجنة تم تعيينها. طيب أنا دلوقتي هل في حاجة حصلت من اللجنة دي؟ هل في حاجة حصلت من اللجنة دي؟ مفيش حاجة حصلت. اللجنة دي لسه لم تبدأ عملها فعليا، لم تبدأ عملها فعليا خلال الفترة القادمة، وبالتالي النادي الاهلي او احنا كاهلاويه، انا ماليش علاقه بالنادي الاهلي، لو متحدث رسمي يقدر يتكلم باسمه، ولكن احنا كاهلاويه هننتظر ونشوف. هننتظر ونشوف ايه؟ عندنا استاذ عمرو الجنايني واحد من الشخصيات المحترمه جدا زي ما قلت لحضراتكم، وصدقوني يا جماعه الراجل ده راجل محترم جدا، عنده مواقف ضد النادي الاهلي مفيش مشكله، ولكن هو راجل محترم جدا. دكتور جمال محمد علي راجل محترم جدا واستاذ جامعه ويعني كان له أدوار كثيرة جدا في كرة القدم خلال الفترة اللي فاتت. الكابتن محمد فضل المدير أو مدير البطولة الأمم الأفريقية، واحدة من أنجح البطولات إن لم تكن أنجحهم على الإطلاق. الكابتن أحمد عبد الله واحد أيضا من نجوم نادي الزمالك السابقين ورجل محترم جدا جدا جدا. الدكتورة سحر عبد الحق برضو ست معروفة قد إيه كانت رئيس لنادي النصر لأربع سنوات، وبعد كده لها أدوار في كرة القدم خلال الفترة اللي فاتت. فعشان كده بقول لحضراتكم خلينا ننتظر، خلينا نشوف إيه اللي هيحصل. هو ليه حضراتكم دايما شايفين إن لأ هنحاول على قد ما نقدر إن احنا دايما يبقى عندنا حسن النية، حسن النوايا خلال الفترة القادمة هو اللي هيمشي كرة القدم، هو اللي هيخلينا نبقى قاعدين مستنيين نشوف ماذا سيحدث. القرارات اللي دايما بتتاخد او القرارات اللي دايما او من المفترض ان هي تتاخد خلال الموسم اللي جاي هتبقى في ايد اللجنه دي. اللجنه دي الخمسه دول هم من سيدير اتحاد كره القدم خلال الموسم القادم او خلال السنه القادمه لحين اجراء انتخابات جديده. ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف. ولكن كلهم شخصيات محترمه، كلهم ناس عندهم خبرات سابقه في حاجات كتيرة جدا جدا في كرة القدم. نتمنى لهم التوفيق، هو ده اللي هنقدر نتكلم فيه وهو ده اللي هنقدر نقوله، لأنه في النهاية المجموعة الخمس أشخاص دول أو الخمس أفراد دول هم من سيديروا اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة. دائما النادي الأهلي هيحافظ على حقوقه، خدوا بال حضراتكم، النادي الأهلي دايما هيحافظ على حقوقه، دايما هيبقى شايف الأمور أو تتم دراسة الأمور بشكل جيد داخل النادي الأهلي في كل حاجة، في كل حاجة. فأنا مش عايز حضراتكم بس إيه تقلقوا، خلينا نستنى وننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة.